السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقويم من الوحدة 9، الشغل والطاقة والآلات، مراجعة جامعة، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري: المثابرة، أقرأ، أفهم، أحفظ، أطبق، ومفتاح النجاح في إيدك. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة. جيب الورقة اللي كاتب فيها القوانين الخاصة بالوحدة 9. يلزم تطبيق قوة أفقية، مقدارها لسحب صندوق عبر طابق أفقي بسرعة ثابتة، فتقوم أنت بسحبه باستخدام حبل مربوط بزاوية 32 درجة. فبترسم هذا الصندوق وهي الخط الأفقي، هذه الزاوية، هذه القوة F، وهذه الزاوية 32 درجة. حللتها لمركبتيها، هذه المركبة FX وتساوي كذا، وهذه دي. فليش حتسألني ليش حطيت FX وتساوي 508 نيوتن؟ برجع بنقرأ المسألة: يلزم تطبيق قوة أفقية مقدارها، قوة أفقية مقدارها، وين القوة الأفقية المقدارها بهذا الرسم؟ هي FX. إذن نجي من FX، المطلوب ايه؟ شو المطلوب ايه؟ ما القوة التي تبذلها على الحبل؟ يعني بدك F، بدك هذا. فبنبدأ من المعطى هذا FX من المثلث الموجود عندك، FX مجاور للزاوية 32، فلذلك بده يساوي الوتر في كوساين 32. نستخرج منها F، F وتساوي FX على كوسين 32، FX وتساوي 508 على كوسين 32، تطلع F بهذا المقدار. الرسم ساعدك جدا في فهم المسألة والبدء بالحل. الطلب B: ما مقدار الشغل الذي تبذله على الصندوق إذا حركته مسافة 22 متر؟ أيضا هون قانون تعويض جواب، هي قانون الشغل، W الشغل يساوي مقدار FX في D في كوساين سيتا. فيك تحل هيك، فيك تحل بطريقة تانية، يعني هذا الطلب له طريقة تانية للحل. ليش حطينا الصفر؟ لأن FX و D منطبقين على بعضهم، الزاوية بيناتهم صفر. ممكن تقول لي 32، إذا بدك تأخذ الزاوية 32 بدك تأخذ F هذا وتساوي هذه FX وهذه دي، وكوسين الصفر واحد. إذا الشغل بتساوي 1.8 في 10^4 جول، هذه بي. الطلب سي: إذا أنجزت المهمة خلال 8 ثانية فما كمية القدرة المكتسبة؟ بي وتساوي W على تي، W أنت حسبتها والزمن عطاك اياه، فبتطلع 2.2 في 10^3 واط. وفي امان الله لا تنسونا من الدعاء.